السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه حلويات صفاء. عواشركم مبروكه وباش ما تمنيتوا ان شاء الله. فيديو اليوم غنقدم لكم وصفه محبوبه عند جميع المغاربه، حليوه اللي غزاله وديما حاضره في مناسباتنا، هي الحلوه ديال السميده والكوك. كتجي غزاله هشيشه معلكه من اروع ما يكون، والشكل ديالها رائع جدا. فلو بغيتوا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير خليكم مع الفيديو، تبعوه الى الاخر، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. اذا هنا خديت واحد القصرية ولا واحد القزعة، وغادي نهرس فيها ثلاثة ديال البيضات. عندي البيض متوسط الحجم، ومن الاحسن يكون بدرجة حرارة المطبخ. غادي نزيد عليهم قبيصة ديال الملحة، وغادي نزيدو كاس ديال السكر سنيدة ما يعادل 150 غرام، وغادي نحكو القشرة ديال الليمونة محكوكة. بطبيعة الحال الليمون الحامض، عندنا هنا القشره ديال الليمونه محكوكه، وكنحكو لها فقط داك القشره الصفراء الفوقانيه. لو وصلتوا للقشره البيضاء فهي كتمرر الحلوه وكتجي غريبه فيها المذاق ديال المروره، ففقط حكوا داك الجهه الفوقانيه الصفراء. وغادي نخلط مزيان هكا بالفوي، ولا ممكن تخلطوا غير بيديكم عادي بطريقه تقليديه. انا صراحه تنخدم هذا لحقاش بالزربه كيسربي احسن من اليد. صافي هكا كنخدم مزيان داك السكر مع البيض حتى كنشوف بان السكر بدا كيذوب، ما بقاش هكا كحرش بزاف. وكنزيدو كاس ديال الزيت العاديه، زيت نباتيه، كاس ما يعادل 150 مللتر. وكنعاود نحرك مزيان حتى كيندمجوا هاد العناصر مع بعضهم. وغادي نزيد 250 غرام ديال الكوك ولا ربعه ديال الكوك، وغادي نزيدو ساشي ديال الخميره الكيماويه الخماره الحمراء بوزن 8 غرام. صافي غادي نخلط مزيان هذا الخليط هذا، غادي نجمع مزيان داك الكوك، وغادي نزيدو كاس ديال السميده. السميده رقيقه باش كنديروا الحرشه وباش كنصوبوا البسبوسه. غادي نحرك مزيان هكا، نخدمها شويه بين يديا هاد العجينه ديال الغريبه حتى نحسوا بان المكونات كاع تخلطوا مع بعضياتهم. صافي غادي نجمعها، وغادي نغطيها بواحد البلاستيك الغذائي اولا بواحد البلاستيكه، وغادي نخليو هاد العجينه هادي كترتاح لنا وكتشرب داك السميده وكيتشرب لنا داك الكوك تقريبا نص ساعه حتى 40 دقيقه، يعني كنخليوها حتى كترتاح مزيان. صافي من بعد ما كترتاح لنا كناخذوها وغادي نبداو نشكلوها. وهنايا من الاحسن دهنوها هكا يدينا بشويه ديال الزيت باش ما تبقاش كتلصق لنا في اليد. وبطبيعه الحال هنايا غادي نحتاجو سكر كلاصي باش غادي نفندو هاد الغريبه هادي. السكر كلاصي من الاحسن يكون سبيسيال باش كيبقى ثابت على الغريبه. فصافي كيف ما قلت لكم انا كندير واحد النقيطه ديال الزيت وكنشكل داك الغريبه ديالي. انا هنايا عندي يدي ميزانيه، فمثلا البنات اللي بغاوهم تجيو مقياس واحد وما تيتحكموش في العبار ديال اليد فديروا فيها 27 غرام تقريبا. انا اللي دايره هنايا في هاد الغريبه هادي اللي عندي، وهاد المقادير انا اللي استعملت، فهما كيخرجوا لنا 33 حبه بقياس 27 غرام في كل غريبه. فصافي كنكمل هكا بالتكوار ديال الحبات ديال الغريبه اللي عندي، وكنديرهم في السكر كلاصي. من الاحسن يكون شويه كتير بحال باش من بعد يساعدنا اننا نفندوهم مزيان داك الحبات ديال الغريبه. صافي كيف ما شفتوا كناخذ هكا السكر كلاصي وكندور فيه مزيان داك الكويرات ديال الغريبه. من بعد كنهزهم بلا ما كنبسطوهم ما حتى حاجه، يعني كيف ما هما هكا مكورين كناخذوهم وكنستفوهم في اللاطه اللي غادي تدخل لنا الفران. ومن الاحسن ويستحسن ان اللاطه ديالكم ديروا فيها البابي سولفوريزي او لا الورق ديال الفرن الخاص بالطهي، باش هكا ملي كتخرجوها مما كتلصق لكم ما والو، مع فيها السكر كلاصي حتى من التحت. فلا درتوها في اللاطه بلا كاغيط ديال الفران غادي كلها تحرق لكم من تحت وتلصق مع اللاطة. فصافي انا كنكمل بهذا الشكل هذا، يعني كنستف كاع الكويورات ديال الغريبة في اللاطة. وفي هذا الاثناء انا راني شاعله الفران على 180 درجه، النار شعلها من التحت ومن الفوق دقه واحده. بالنسبه للبنات اللي عندهم الفران ديال الضو غادي تدخلوا اللاطه ديالكم في الوسط، يعني في الرف الوسطاني غادي تدخلوا اللاطه ديالكم، وغادي تخليوا الحلوه راه كطيب في مره واحده تقريبا 15 دقيقه، راه كتشقق وكطيب طيبه واحده. انا هكا درت لها في الفران ديالي ديال الضو، هكا كندير لها دائما. اما الا كان عندكم الفران ديال الغاز فغادي تاخذوا لاطا ديالكم ديروها لتحت، يعني الغريبه وجهها العافيه،
حتى كتشقق وتتفرقع مزيان. من بعد كتجبدوها وكتطلعوها للفوق، يعني كتخليوها تقريبا لتحت شي 5 ديال الدقائق 6 دقائق كاع، وكتطلعوها للفوق والنار تكون مهيله وخليها تكمل طيابها. صافي، انا من بعد ما خرجتها من الفران شوفوا كيفاش الشكل ديالها، كيجي غزال بزاف، كتجي رائعه ومشققه ومفقعه مزيان. فكنتمنى ان فعلا انكم تجربوا هذه الوصفه هذه، فهي ناجحه جدا وكتصوبنا في دقائق، يعني بالزربه كتحضر هذه الغريبه هذه، ما فيهاش شي تعقيدات ولا شي مكونات كثيره، وكتجي هشيشه ومعلكه وكتذوب في الفم والمذاق اكثر من رائع. فكنتمنى ان وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش كالعاده لعجبكم الفيديو عجبتكم الوصفه خليوا لي لايك واشتركوا بالقناة باش دائما توصلوا كل ما هو جديد. بارطاجيو عفوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هكا دائما تعم الفائده. غادي نقول لكم شكرا بزاف مره اخرى على حسن المتابعه، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.